حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني عن الثقوب السوداء. الحقيقة موضوع الثقوب السوداء موضوع مهم جدا، وقد ذكره القرآن في آية عظيمة، وحتى الآن هناك بعض الأحبة لم يفهم بدقة ما هي الثقوب السوداء وكيف تحدث عنها القرآن، وما فائدة هذه الثقوب أصلا، لماذا خلقها الله في الكون، ما الفائدة منها، ما الهدف منها. انظروا أحبتي في الله، الكون متوازن، فكل شيء خلقه الله بمقدار. قال سبحانه وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهناك أيها الأحبة في الكون دورة حياة، دورة حياة، يعني في الطبيعة أو على الأرض نحن نرى أن أي كائن حي يخلق ثم يكبر ثم يشيخ ويهرم ثم يموت. هذه الدورة، دورة الحياة، موجودة أيضا في الكون بين النجوم. فالنجوم هي كائنات حية مثلها مثلنا، سبحان الله. النجم يولد ويخلق ويتشكل بطريقة عجيبة من الغبار، يتشكل من الغبار الكوني وفي ظروف صعبة جدا ودرجات حرارة عالية جدا وظروف عنيفة ينشأ هذا النجم، ثم يتطور، وبعد طبعا يمر بملايين أو مليارات السنين يبدأ هذا النجم باستنفاذ وقوده، يعني ينتهي الوقود من هذا النجم، ثم يعني ينفجر على نفسه ويتحول إلى شكل آخر. وهنا أيها الأحبة دورة حياة مميزة لكل النجوم ولكل الكائنات. الهدف من هذه الدورة لندرك أن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، أن الله عز وجل هو الواحد الأحد. طبعا بالنسبة للثقوب السوداء أيها الأحبة، هناك نجوم في الكون أثقل من الشمس بخمس مرات أو ست مرات أو عشر مرات أو مئة مرة، لأن الكون يحتوي على نجوم كثيرة جدا من حيث الحجم والكتلة. فالشمس التي نراها أيها الأحبة هي نجم من نجوم مجرتنا. مجرتنا طبعا فيها بحدود 400 مليار نجم، وهذه الإحصائية طبعا غير دقيقة. لماذا؟ لأن العلماء لا يستطيعون أن يعدوا كل نجم بنجمه، فهناك إحصائيات تقول 100 مليار أو 200 مليار، وهناك إحصائية تقول إن عدد النجوم في مجرتنا 400 مليار شمس. فهذه الشموس أحبتي في الله منها ما هو بحجم شمسنا، ومنها ما هو أكبر بكثير، ومنها ما هو أصغر أيضا. إذن النجم الكبير الذي يبلغ مثلا خمسة أو ستة أضعاف حجم الشمس أو أكثر أحيانا، تكون كتلته هائلة جدا. هذه الكتلة عندما تستنفذ وقودها، يعني لم يعد النجم قادرا على توليد تفاعلات نووية جديدة أو تفاعلات اندماجية جديدة، لأن النجوم أيها الأحبة ومنها الشمس تعمل بنفس الآلية، اندماج ذرتي هيدروجين لتوليد ذرة هيليوم وتوليد طاقة هائلة وحرارة هائلة وأشعة فوق بنفسجية وأشعة تحت حمراء إلى آخره، أنواع كثيرة من الأشعة. هذا النجم عندما يبلغ مرحلة الشيخوخة يجب أن يكون قلنا أكبر من الشمس بكثير، عدة أضعاف. فعندما ينفجر على نفسه لا يتبدد هكذا، لأنه لو تبدد هكذا سيسبب مشاكل في الكون ويسبب خللا في نظام عمل الكون. ربما لو تحول إلى شظايا، هذه الشظايا
ستصطدم بكواكب أخرى ونجوم أخرى، ومع مرور الزمن سينهار الكون. لذلك عملية انفجار النجوم عملية منضبطة، حيث إن النجم ينفجر للداخل، ينكمش على نفسه. فهذا النجم العملاق الذي هو أكبر من الشمس كما قلنا بكثير، عندما ينفجر على نفسه تنضغط هذه المادة بعنف وتصبح كتلة صغيرة جدا من حيث الحجم، ولكن وزنها كبير جدا أو كتلتها كبيرة جدا، وينشأ حوله حقل جاذبية عنيف جدا يستطيع أن يجذب أي شيء، حتى الضوء لا يسمح له بالمغادرة. نحن نعلم، نحن على الأرض، قوة الجاذبية هنا قوة محددة. فتصوروا لو أن لدينا أرض بحجم ثقب أسود أو بوزن ثقب أسود، ستكون قوة الجاذبية كافية لتدمير أي شيء يقترب منها، حتى الضوء تدمره وتضغطه ويصبح مادة مضغوطة جدا في داخله. إذن الضوء لا يستطيع المغادرة، وبالتالي هذا النجم لا يمكن رؤيته. هذا أولا أيها الأحبة. الشيء الثاني، كتلته هائلة جدا، لذلك هو يجري بسرعة كبيرة في الكون، يجري. وبسبب حقل الجاذبية الكبير جدا أو قوة الجاذبية الهائلة، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أحبتي في الله أنه يجذب ويكنس أي نجم يقترب منه. يعني تصوروا لو أن كرتنا الأرضية على الرغم من كبرها، لو أن ثقبا أسودا اقترب من الأرض، سيحولها إلى رماد ويبتلعها ويدمر كل ما على ظهرها. إذن هذه الثقوب السوداء تسمى مكانس كونية وتسمى مقابر كونية، وهي ضرورية لتنظيف الكون. يعني تجد أن الثقب الأسود مثل بالوعة الماء، يشفط ويجذب ويضع في داخله بقايا الدخان الكوني، بقايا الانهيارات النجمية، بقايا الشظايا، بقايا الكواكب، كلها يضعها أين؟ في داخله، حتى نجد أن لدينا ثقبا أسودا في مركز مجرتنا على ما أعتقد يزن آلاف وزن الشمس، وربما آلاف الملايين لوزن الشمس. يعني كتلته هائلة جدا أيها الأحبة، لأنه مقبرة كونية. وهذه الأجسام لولاها لانتشرت الفوضى في الكون. إذن هناك حكمة من خلقها. طيب، أين تحدث القرآن عنها؟ دققوا أيها الأحبة. أنا لدي ثلاث صفات رئيسية في هذه المخلوقات التي خلقها الله. أولا، أنها لا ترى. ثانيا، تجري بسرعة هائلة لأن وزنها كبير، فتجري لتشفط طبعا، وكل النجوم تجري. والصفة الثالثة، تكنس وتجذب وتنظف الكون، هي مقابر كونية. طيب، أنا أحتاج إلى ثلاث كلمات لأصف هذه المخلوقات. الكلمة الأولى هي لا ترى، والثانية تجري، والثالثة تجذب وتكنس. القرآن أعطانا ثلاث كلمات في سورة التكوير بصورة رائعة جدا أحبتي في الله. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: فلا أقسم بالخنس، من خنس أي اختفى، نحن نقول الوسواس، الخناس يعني مختفي لا يرى، وهو إبليس اللعين أو الشيطان. فلا أقسم بالخنس، هذه الصفة الأولى لا يرى، الجواري تجري، جواري، الكنس تكنس. فلا أقسم بالخنس، الجواري، الكنس، الكنس. ثلاث كلمات فقط لخص لنا المولى عز وجل نظرية علمية يعمل عليها العلماء منذ ما قبل السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، وكل يوم يكتشفون شيئا جديدا. ولكن هذه الصفات الثلاثة تنطبق على أي ثقب أسود، حتى إن كلمة ثقب أسود غير صحيحة علميا،
يعني عندما العلماء يقولون ثقب هو ليس ثقب، هو مادته ثقيلة جدا، كيف يسمى ثقب؟ يعني الكلمة خطأ، وكلمة أسود غير صحيحة لأنه لا يرى. نحن اللون الأسود نستطيع أن نراه، بينما الثقب الأسود لا يرى لأنه لا يسمح للضوء بمغادرته، الجاذبية عنيفة جدا وبالتالي لا تسمح حتى للضوء بمغادرة هذا الثقب الأسود. حتى الآن العلماء يسمونه ثقبا أسودا، ولكن القرآن أعطانا التسمية الدقيقة جدا وهي الخنس الجواري الكنس. الآن سؤال بسيط لمن يشكك بهذا القرآن، كيف علم نبي عليه الصلاة والسلام بوجود مثل هذه الأجسام، وكيف أطلق عليها هذه الصفات وبل أقسم بها؟ إذن الذي يستطيع أن يتحدث عن هذه المخلوقات هو خالقها فقط، هو الذي يعلم أسرارها ويعلم ما بداخلها لأنه هو الذي خلقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.